ويلا نبتدي، وقولي لنا هنبتدي بايه. هنبتدي بالكوكيز. نبتدي بالكوكيز ونشوف مقاديرها. الكوكيز يا جماعه عندنا 4 كوبايات دقيق، كوبايه سكر، 2 كوبايات زبده، وبيضايه واحده، نص معلقه ملح او ذره ملح، ومعلقه كبيره فانيليا سايله. نبتدي، ورينا كده سريعا هتعمليها ازاي. تمام، هحط الزبده. زبده تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. تمام، ودي ممكن تتضرب بالمضرب الايد او بالويسك، يعني مش هتفرق. بالظبط. هنحط عليها السكر الباودر. سكر بودره. تمام، يعني هنضربهم مع بعض كده ضربه خفيفه. نحاول بس نفكك الزبده مع السكر. طبعا هنا الزبده اهم حاجه انها ما تكونش زبده جامده عشان تقدر تتحرك مع يعني عشان تبقى هشه. بالظبط كده، يعني تدوب مع السكر كده. هنفككها كمان. معانا بيضايه، معانا فانيلا. طب انت بتستخدمي الفانيليا السايله عشان ايه؟ عشان هل بس عشان تبقى الدنيا ما تبقاش طعمها احلى ويعني اهدى في النكهه. تمام. الفانيليا اللي هي الباودر دي تبقى يعني طعمها ساعات بيبقى لاذع. فهنحط الفانيلا والبيضايه واحده، بيضه واحده، وممكن يتحط رشه ملح. ممكن نحط رشه ملح لو حد عايز الكوكيز يبقى يعني شويه طري. يحط بس صفار. صفار البيضه بس. طب انا سمعت ان ممكن في الكوكيز ممكن نحط معلقه عسل او معلقه مربى. لا، معلقه عسل دي عسل اسود. لو هو كوكيز اللي هو شوكليت شيبس. اوكي. هو يعني بحيث ان العسل بيدي رطوبه. بيدي رطوبه شويه في الحاجه. تمام. بالظبط. طب اميره، انت في المطبخ من امتى؟ انا من زمان، انا بحب الحلويات اكتر حاجه، يعني اكتر من الاكل العادي الحلويات. تمام. يعني الموضوع عندي هوايه من زمان. دلوقتي هنضيف الدقيق. اميره زي ما قالت في الاول انها كيك ديزاينر، او اللي بتعمل شغل للكيك، انها ممكن تشكله وتزوقه وتعمله انواع مختلفه. طبعا احنا النهارده عشان حلقتنا حلقه للعيد، فاختارت حاجتين يمكن يكونوا ليهم علاقه ببعض شويه. وهنشوف طبعا في طريقه التظبيط في النهايه او الديكوريشن بتاعها. هو دلوقتي بس شايفه، انا حابه اقول حاجه، ان احنا دلوقتي بعد لما نضرب الزبده والسكر مع البيضه. تمام. ما نوقف بقى خلاص الضرب بالمضرب، خلاص نشتغل بايدينا. يعني هو بس ان انا عايزه بمعلقه او ممكن بايدينا. تمام. هي بحيث ان العجينه كلها تلم مع بعض. وبعد ما تلم احنا اصلا اوريدي هندخلها التلاجة شويه. تمام، عشان خاطر ترتاح. طيب، هي بعد ما بتتلم العجينه وبتتشكل بتسيبها ترتاح شويه، وبعد كده بتيجي تخرجها تتشكل. بالظبط. طبعا احنا مش عايزين نضيع وقتنا، لان الاهم من الموضوع هو الديكوريشن مش موضوع العجن. بالظبط. فاحنا كده بنشوف العجينه. يعني انا هوري حضرتك حاجه دلوقتي. اتفضلي. لو احنا مسكناها كده بايدينا، طبعا عشان الزبده مع البيض بتشكل معاك. لمت على طول. هي لازم تبقى كده عامله زي رمل البحر. اوكي. يعني ما ينفعش تتعجن. تمام. يعني بالذات الكوكيز ما ينفعش يتعجن. طيب، حلو قوي كده فهمنا التكنيك. هو احنا هنلمها. هتحاولي تلميها. طيب، على فكره حاجه مهمه جدا برضو انا عايز اقول لك على حاجه. انت تخصصتي في اللعبه دي وبقيتي محترفه فيها لانك بتحبيها. طيب. بالظبط. انا بحب التزيين. انت بحب الحاجات اللي شكلها حلو. دراستك ايه؟ لا، انا كنت تجاره خارجيه، بكالوريوس تجاره خارجيه. ودلوقتي بقيتي داخليه. لا، انا دلوقتي خلاص بقى، يعني دلوقتي بقى كل حاجه كيك. يعني انا احلم بالكيك. طيب، الموضوع خدتيه بقى دخل في سكه الاحتراف. هل ليكي مرجعيه في حاجه؟ يعني هل المرجعيه عندك اشخاص معينه؟ هي في الاول يعني قبل اي حاجه هي هوايه عندي. تمام. بس ابتديت انميها ان انا اخد كورسات في حاجات انا ما كنتش عارفاها. تمام. يعني ابتديت ان انا انمي الموضوع عندي، مش اللي هو جوست ان هو كورسات. فين برضو عشان الناس يعني من غير نبقى الناس بقى عارفه اللي عايز يعمل هي في كورسات انا اخدتها جوه مصر، في كورسات انا اخدتها بره مصر. فين بره مصر؟ بره مصر، في المانيا. في المانيا كورسات خاصه بالديكوريشن بتاعت الكيك. طب حلو قوي ده، عشان برضو الناس. طب وفي مصر؟ في مصر اخدت حاجات شرقي. طيب. يعني بص يا شيف، احنا بنشكلها اهي، اتشكلت معاكم زي ما انتم شايفين. ده الكوكيز، وقلنا مقاديره 4 كوبايات دقيق، كوبايه سكر، 2 كوبايات زبده. بالظبط. طبعا تكون درجه حراره الغرفه. اللي عايز يضاعف المقدار يضاعفه. تمام. وبيضايه ونص معلقه ملح ومعلقه كبيره فانيليا سايله. بالظبط كده. تمام كده. تمام. المفروض بقى ان احنا هنغطيها باي حاجه بلاستيك، كلينج فيلم او اي حاجه. ونسيبها ترتاح في الثلاجه يعني نص ساعه. تمام. ممكن نريحها شويه ولا هتورينا بس كده نموذج سريع؟ ممكن هوري حضرتك نموذج سريع. اهو ورق الزبده. طب معانا مدام رشا. يا مدام رشا. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم.
انا عايز اكلم اميره بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا فندم. اميره معاكي. مبروك يا اميره وربنا يوفقك يا حبيبتي وانت زي القمر ما شاء الله. الله يخليكي. انت راشه مين؟ انا راشه خالته خالتك كريمه. ازيك يا طن؟ راشه خالتك كريمه. عامله ايه؟ لا لا دي قريبه خالته. قريبه خالته. عامله ايه يا طنط؟ وحشاني جدا. وانت كمان يا حبيبتي انت زي القمر يا اميره. الله يخليكي يا طنط. سلامي يا حبيبتي الحلوه. الله يخليكي يا طنط. ميرسي يا طنط. بص يا شيف، هو انا بس فردت حته يعني صغيره جوست ان انا اوريهم بس الفكره. تمام. هي دي دلوقتي قطعات الكوكيز، في منها الشكل ده وفي منها الاشكال دي، يعني في مدور مقاسات وفي مربع مقاسات، دي في اشكال كتير. في الورقه يا جماعه موجودين الحاجات دي كلها في ادوات محلات الادوات المنزليه، ادوات المطبخ، ورخيصه جدا يعني. المجموعه دي كلها على بعضها اقل من 14 جنيه بس. فهوريكم كده شكل سريعا سريعا. ده الشكل المربع دلوقتي. تمام. هشيل بقى الزوايا، ده طبعا لازم تبقى مرتاحه اكتر من كده. تمام. وطبعا احنا ممكن ناخد كده، لازم يبقى محطوط في ورق زبده. لازم ورق زبده ده اهو، ده بس عشان نشوف الشكل. وهي هتبقى كده، ما نعملش سمكها تخين. لو هنعملها في السكس زي دي كده، نكبر السمك بتاعها شويه بحيث ان احنا نعرف ندخل السكس دي فيها. هندخل السكس دي فيها بس كده يعني، من هنا كده بس، هنتخنها شويه بحيث ان السكس ما تشقش وتطلع بره. تمام. بس كده تمام. وهنخلي بقيتها بقى ترتاح عشان نعرف نشكلها. وممكن اعمل لكم شكل كمان منها دايره. اعمل لنا الدايره اللي هو الشكل التقليدي بتاع الكوكيز. تمام. معانا استاذ عماد. ايوه. السلام عليكم يا استاذ عماد، ازي حضرتك؟ السلام عليكم يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبي. معانا شيف اميره منورانا اهي، وعامله لنا شغل حلو قوي النهارده. كل سنه وانت طيب. مبروك يا اميره وربنا يوفقك. الله يبارك في حضرتك. ميرسي. وانا اتفرجت كمان على النت، على التورتايه اللي انت عملتيها لقناه السويس. والله عجبت حضرتك؟ ايه رايك فيها؟ عجبت بيها جدا وربنا يوفقك يا حبيبتي ويصلح لك الحال يا رب. الله يخليك. ميرسي يا استاذ عماد. تسلم. كلك شكرا. كل سنه وانت طيب يا فندم. كل سنه وانت طيب. ميرسي جدا. طيب بصوا كده، ده الشكل العادي من الشوجر كوكيز اللي هو بنعمله، اللي هو بيبقى ده واخد شكل مشوشر من الجنب كده. بس ممكن اوريكم بقى فكره كمان لطيفه. احنا طيب. ممكن الشوجر كوكيز ده مش لازم ان احنا نغطيه بس بالفوندن، ممكن طيب. نعمله بمربى شوكليت اي حاجه ونزوقه زي السابليه. تمام. معانا هوريكم بس شكل معانا مدام فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام. ردي يا اميره. ردي يا ماما. ازيك يا ماما؟ الحمد لله يا حبيبتي. ازيك يا ماما؟ والله قوي. انت كمان يا حبيبتي منوره الشاشه. الله يخليك يا ماما، وحشتيني جدا. وانت حبيبتي تسلمي. ايه الحلاوه والجمال ده؟ ربنا يخليك يا ماما، عينيكي الحلوه. ازيك يا شيف ايمن؟ كل سنه وحضرتك بيك. طيب. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبه، وحضرتك طيب، وكل اهلنا واخواتنا في المحله تحياتي ليهم، وكل سنه وانتم طيبين. كلهم قاعدين مستنيين الحلقه على نار. ان شاء الله تبقى حلقه حلوه باذن الله بيكي ان شاء الله وبشغلك. الله يخليك يا شيف. فانا كده شكرا ليك يا فندم. هوري حضراتكم حاجة. دلوقتي احنا عملنا دي تمام. من الناحية دي، دي ده حجم اصغر. هنعمل كده. ايوة. دي كده هنشيلها من النص، هتبقى ايه مفتوحة. فدي هنحطها كده وهتستوي وتبقى الدبل. تمام. وهتبقى هنلزقهم، ممكن نلزقهم على بعض، نحط جواهم شوكلت او مربى. ايوة. ونخطط عليهم اي اشكال يعني، بحيث ان هي تدي ايه، نكسر برضو موضوع الفوندن. تمام. ودي بتبقى زي تركيبه التقسيمه زي السابلي بالظبط. معانا استاذ محمد. الو استاذ محمد. نكتفي بقى بالكوكيز ونبتدي نشتغل. تمام كده. نبتدي نشتغل على الكب كيك. نبتدي في الكب كيك. نرفع دي ونرفع قطعاتها. ودي طبعا احنا بندخلها الفرن قد ايه؟ على بندخلها الفرن 25 دقيقه على درجه حراره 180. هو جوست ان احنا نلاقي 25 دقيقه على درجه حراره 180. ممكن الطبق ده، طبق الكوكيز. هو ده جاهز يا جماعه. ده بعد شكل الكوكيز. انا بس عايزه اوريكم حاجه. اتفضلوا. جاست ان هي تحمر من تحت كده، هي كده استوت. مش لازم نستناها ان هي تحمر من فوق. لو استنيناها تحمر من فوق يبقى هي كده يعني شبه اتحرقت. تاخد بس لون من تحت كده خلاص. يا ريت بس خليها ماسكاها في ايديكي عشان برضو تشوفيها الكاميرا معاكي اهي. ودي كمان اهي. في كذا سمك يعني، كل واحد زي ما يحب بقى. طيب استاذ، ونوسع للدنيا بقى ونبتدي. وده نركز بقى معاكي واحده واحده. اللي عنده كب كيك في البيت واللي عنده كوكيز عشان يعمل لاي مناسبه. احنا النهارده مناسبتنا عيد الاضحى. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. عندكم عيد ميلاد، عندكم اي مناسبه حلوه ممكن تعملوا منها اشكال والوان، وهي هتقول لكم دلوقتي التفاصيل بالتفصيل. تمام.
احنا دلوقتي عندنا الكوكيز وعندنا الكب كيكس. تمام تمام. هو دلوقتي عشان خاطر انا هزين يعني الاول ايه اولا ايه الخامات اللي بتزيني بيها عشان برضو الناس تبقى فاهمه. هو الحاجات اللي انا هزين بيها سكر. كلها فوندنت عجينه سكر الوان. يعني مثلا النماذج اهي تبقى قدامك برضو. دي نفس المقاس بنفس القطاعات اللي نفس موجوده نفس القطعه اللي قطعت بيها الكوكيز هي نفس القطعه اللي قطعت بيها الفوندنت. عجينه السكر احنا اتكلمنا عنها قبل كده يا جماعه كتير فمش وقتها طبعا. عجينه السكر اللي عارف هي مهمه جدا ان يبقى في عجينه سكر. احنا الوان مختلفه لو مش عارفين تعملوها تجيبوها جاهزه برده من عند الحلواني بس تستخدموا نفس القطاعات عشان تديكوا نفس الشكل نفس الفورم. انا جاست ان انا بس هدهن الوش بتاع الكب كيكس. دي كريمه شوكولاته. دي كريمه شوكولاته زبدة. ممكن نستغنى عنها بس بكريمه زبده. ممكن كريمه زبده. اي معانا يعني سلمى. انت بقى اللي تاخدي التليفون. الو الو. هي سلمى ازيك يا اميره عامله ايه؟ ازيك يا سلمى عامله ايه سلمى؟ الحمد لله. ازيك سلمى؟ دي بنت خالتي. سلمى بنت خالتك ولا اختك؟ لا بنت خالتي. بنت خالتها. طيب اختي فاطمه. ازيك يا شيف ايمن عامل ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا سلمى. وحضرتك طيب. ازيك يا اميره؟ ازيك يا سلمى عامله ايه؟ الحاجات تحفه يا اميره وانت زي القمر ويا رب من نجاح لنجاح كده دايما يا رب. الله يخليكي يا سلمى. تسلمي يا حبيبتي بجد ومش اول مره تبهرينا انت على طول حاجاتك تحفه. ربنا يحميك يا رب. تسلمي يا سلمى. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. شكرا قوي يا شيف ايمن. ربنا يخليك يا سلمى نورتيني. كل سنه وانت طيبه. زي العسل يا شيف ايمن والله. ربنا يخليك ويبارك لك. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. ميرسي ليك يا حبيبتي. مع السلامه. انت دلوقتي بتستخدمي كريمه الشوكولاته بدل كريمه الزبده عشان تبقى هي اللي تستخدميها للزق حتى علشان هي بستخدمها زي جلو. تمام. ان انا ازق بيها الكوكيز. هو جلو يعني لزق. تستخدمها كاللزق صمغ يعني. تمام تمام. انا دلوقتي مش عايزه ان انا يعني ايه املى الكوكيزيه لان انا يعني هوريكم دلوقتي هنقطع الفوندنت ازاي. ان انا بس جوست ان انا بعمل كده. تمام. بنحط الكوكيز عليها قطعه عجينه السكر بنفس. في ناس كتير بتدهن الكوكيزيه بميه وسكر بس انا طبعا ما بحبش كده. حاجه بس تلزق يعني. بس الميه بتطري الكوكيز. تمام. فيعني مش تبقى حاجه لطيفه ان انا احط حاجه تطريه. طيب فبصوا كده هي دلوقتي لزقت. بصوا يا جماعه هي نفس التقطيعه فناخد نفس الشكل. في عجينه سكر فوق وتحت ال تحت الكوكيزيه بنفس القطاعه بتاعت الفوندنت او عجينه السكر نفس. تمام. المقاس. والوصفه بتاعت الكوكيز دي حلوه جدا لان هي لا بتنفش ولا بتفرش ولا اي حاجه بتطلع نفس الشكل القطعه بالظبط.